بالمرصاد. القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهم 40 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ومادة الإنفيتامين المخدر. القبض على مقيم من الجنسية البنغلاديشية بمنطقة حائل لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو. القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. القبض على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الإنفيتامين المخدر. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويج مادة الحشيش المخدر. القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإنفيتامين المخدر.